متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة جوية خاصة بشأن الأحوال الجوية المتوقعة في الأردن خلال 60 ساعة القادمة، حيث تم رفع تصنيف المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة اعتبارا من عصر ومساء هذا اليوم، ويمتد تأثيره حتى مساء يوم السبت المقبل إلى الدرجة الثالثة، أي أنه منخفض ما بين متوسط إلى عالي الفعالية. نستعرض معكم سوية أسباب رفع هذا التصنيف لهذا المنخفض الجوي. الأمر الأول، هناك كتلة هوائية قطبية مندفعة مع هذا المنخفض الجوي، وستؤدي إلى وجود برودة غير اعتيادية في الأجواء لمثل هذا الوقت من العام. أذكركم بأننا على موعد مع الاعتدال الربيعي أو بدء فصل الربيع من الناحية الفلكية، وهذا الأمر سيتزامن مع اندفاع كتلة هوائية قطبية ووجود درجات حرارة أقل من معدلاتها في بعض ما تصل إلى 15 درجة تحت المعدل المعتاد لمثل هذا الوقت من العام، حيث أن معدل درجات الحرارة في العاصمة عمان يقترب من 20 درجة مئوية كحد أقصى خلال ساعات النهار، أي درجة حرارة العظمى، في حين أن توقعاتنا خلال الأيام القادمة أن تكون درجة حرارة العظمى في العاصمة عمان لا تتجاوز ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية. الأمر الآخر هو أن فترة تأثير هذا المنخفض الجوي يمتد إلى تقريبا 60 ساعة من عصر وظهر هذا اليوم، بدأ هذا المنخفض ويستمر حتى ساعات مساء يوم السبت. والأمر الأخير هو أن هناك توقعات بتساقط الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاع عن 1000 متر سطح البحر، وسنتحدث بعد قليل عن هذا الأمر بشكل مفصل. إذن انتقالا إلى آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة، فنلاحظ أن هناك تشكيلات كبيرة من السحب والغيوم بدأت تتشكل في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، كما يمكننا ملاحظة اندفاع الرياح القطبية إلى داخل الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. كما تلاحظون، هذا الاندفاع للرياح القطبية يؤدي تشكل هذه السحب التي تتحرك بشكل تدريجي نحو الشرق والشمال الشرقي. جزء من هذه الغيوم يؤدي إلى هطول الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة، في حين أن هناك رياح نشطة في مناطق جنوب وشرق المملكة. إذا استعرضنا خرائط المحاكاة الحاسوبية لأماكن تواجد الكتل الهوائية، هذه الألوان تعني درجات حرارة ضمن معدلاتها المعتادة، هذا الأمر يوم الخميس مساء، ولكن بسبب اقتراب هناك هواء بارد في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط يكون هناك رياح رطبة تندفع إلى المملكة، وبالتالي تؤدي إلى هطول بعض الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى. ولكن إذا لاحظنا كلما امتدنا في الوقت، هناك هذه الألوان تعني رياح قطبية وكتلة هوائية قطبية. كما تلاحظون، هذا الوقت الجمعة عصرا تندفع هذه الكتلة القطبية إلى أواسط تركيا، ثم تشق طريقها باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ولاحقا هذه الكتلة كما تلاحظون تغطي مناطق واسعة من شرقي البحر الأبيض المتوسط تقريبا مع ساعات فجر يوم السبت، وتبلغ ذروتها مع ساعات صباح يوم السبت. هذه الكتلة الهوائية القطبية، هذه الألوان تعني وجود هذا الهواء القطبي البارد، والذي أيضا يتعمق أكثر إلى الداخل ليتمركز فوق المملكة، ولكنه مع ساعات مساء يوم السبت يتحرك مبتعدا إلى الشرق، وبالتالي يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تندفع هذه الرياح القطبية وتبلغ ذروتها اعتبارا من ساعات مساء يوم الجمعة، وتستمر هذه الأجواء القطبية الباردة حتى نهار يوم السبت. انتقالا إلى خرائط توقعات الهطولات، فكما نلاحظ إذا مع ساعات مساء اليوم الخميس تبقى فرصة مهيئة لبعض الزخات الممطرة في المنطقتين الشمالية والوسطى، بعض الأمطار ممكن تكون متاحة في مناطق المرتفعات الجنوبية تحديدا القطاع الشمالي منها. هذه الأمطار قد تصحب أحيانا ببعض الزخات من البرد، وحتى ربما نرى بعض الأمطار المخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية أو حتى الوسطى. فيما إذا انتقلنا إلى التوقعات الجوية في الهطولات المطرية فجر يوم الجمعة، فكما نلاحظ امتداد هذا الخط المطري إلى المناطق الشمالية والوسطى، وبالتالي استمرار هطول الأمطار. ساعات صباح يوم الجمعة تمتد الأمطار أكثر شرقا وأكثر جنوبا من جديد، مع بقاء الفرصة متاحة لأن نرى زخات من البرد أو الأمطار المخلوطة بالثلوج فوق قمم المرتفعات الجبلية بمشيئة الله تعالى. أما يوم الجمعة عصرا فيتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتعمق هذه الهطولات بمشيئة الله تعالى، وتكون هناك أمطار أكثر شدة بمشيئة الله في المنطقتين الشمالية والوسطى وبعض الأجزاء الشرقية، بعض المناطق أيضا القطاع الشمالي من المناطق الجنوبية، أجزاء من الكرك، وأيضا إضافة إلى مدينة مادة بتوقع أن تحظى بنصيب جيد من هذه الأمطار غدا حول ساعات الظهر والعصر. البرد موجود، وبعض الزخات الثلجية الموجودة بالأمطار أيضا موجودة مع ساعات عصر يوم الجمعة. فيما إذا نظرنا مع ساعات مساء يوم الجمعة،
تتشكل جبهة هوائية من الهطولات يتوقع أن تعبر المملكة مع ساعات الليل. كما تلاحظون هذه هي الجبهة متواجدة في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، وهي تأتي كاستجابة لتأثيرات تدفق الرياح القطبية إلى هذه المنطقة. يتوقع أن تعبر هذه الجبهة كما تلاحظون مع ساعات ليلة الجمعة على السبت، تشمل معظم مناطق المملكة، وبذلك بطبيعة الحال يتوقع أن تكون الهطولات ممتدة من الإربد شمالا حتى العقبة جنوبا، كذلك نحو المناطق البادية الشرقية والبادية الجنوبية الشرقية. وهذه الجبهة مع عبورها تتزامن مع فرصة لتساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد ارتفاعا 1000 متر عن سطح البحر، والتي تشمل بعض المرتفعات الشمالية والوسطى إضافة إلى المرتفعات الجنوبية. ولا يستبعد أن تمتد بعض من هذه الزخات الثلجية إلى دون ذلك الارتفاع، مع التأكيد على أن هناك تراكمات ثلجية متوقعة على وجه الخصوص فوق مرتفعات الكرك والطفيلة ليلة الجمعة على السبت. بالنسبة لغربي العاصمة عمان وبعض المرتفعات العالية الشمالية والوسطى، إن حدثت التراكمات ستكون تراكمات محدودة للغاية. لو انتظرنا إلى توقعات الأمطار مع ساعات صباح السبت، فستكون هذه الجبهة قد تحركت شرقا، تبقى هناك تيارات شمالية غربية مندفعة نحو المملكة، وبالتالي تبقى الفرصة مهيئة لحدوث هطولات مطرية على طول الواجهة الغربية من المملكة، ولكنها تكون متركزة في كل من الكرك والطفيلة وبعض الأجزاء الجنوبية. كما من المتوقع أن تستمر الثلوج بالتساقط فوق مرتفعات الكرك والطفيلة وأجزاء من الجبال الجنوبية من جبال الشراء، وتكون متراكمة هذه الثلوج في تلك المناطق. بالنسبة للعاصمة عمان والمناطق الشمالية، تبقى الفرصة متاحة صباح السبت لبعض الزخات الثلجية فوق تلك المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر. وكما ذكرنا تبقى نفس الحالة، ربما تمتد بعض من تلك الزخات إلى ما دون ذلك الارتفاع. أما إذا نظرنا مع ساعات عصر يوم السبت، فتكون الفرصة مهيئة وما زال مهيئة في أغلب مناطق المملكة لبعض الهطولات المطرية والبرد، وتبقى الثلوج تتساقط فوق الجبال الجنوبية، وتبقى الأحوال الجوية كما هي عليه في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. ثم مع ساعات المساء والليل تتراجع الحالة الجوية بشكل تدريجي. هذه خرائط تشير إلى البرودة المتوقعة في الطبقات القريبة من سطح الأرض. هذا اللون الأزرق الذي يتحرك باتجاه المملكة هو يدل على قرب درجات الحرارة من الصفر المئوي، فهو في مناطق قريبة من المملكة ويجتاح المملكة في عدة فترات خلال 60 ساعة المقبلة، وهذا يدل على برودة كبيرة في الأجواء غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة: يوم الخميس الطقس سيكون بوجه عام كما تلاحظون بارد مع بعض الزخات المطرية، درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان يمكن أن تصل إلى 9 درجات مئوية، الصغرى الليلة القادمة 2 مئوي، أجواء قارسة البرودة مع فرصة لهطول بعض الأمطار التي قد تكون على شكل زخات من البرد والثلج المخلوط. نهار الجمعة تكون درجة الحرارة حوالي 7 درجات مئوية، هناك توقعات بتساقط زخات من البرد والأمطار كما تلاحظون، وبعض الأمطار المخلوطة بالثلوج، درجة الحرارة 7 درجات، إذا تهبط من 9 إلى 7. ليلا تهبط درجة الحرارة في العاصمة عمان إلى درجة مئوية واحدة فقط، مع كما ذكرنا هناك تساقط ثلج فوق المناطق التي يزيد ارتفاع عن 1000 متر عن سطح البحر. ويوم السبت تبقى الفرصة متاحة خلال ساعات النهار مع درجة حرارة عظمى فقط 5 درجات مئوية في ساعات النهار في العاصمة عمان، تكون أقل من ذلك فوق الأحياء المرتفعة، في حين تكون 3 درجات مئوية في ساعات الليل مع ضعف في فرصة الهطول ليلة السبت على الأحد وتراجع في الأجواء. هذه التوقعات إذا كما تلاحظون درجات حرارة متدنية للغاية، منخفضة كأنها من عمق الشتاء، كأننا في شهر كانون ولا كأننا نتصادف مع الاعتدال الربيعي. بناء على ذلك لدينا بعض التوصيات الهامة بشأن الحالة الجوية في ظل هذه الأوضاع الصحية التي تعيشها المملكة. الأمر الأول، هناك انخفاض حاد على درجات الحرارة، وبالتالي ندعوكم في الحرص على الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل هذه الظروف، وأيضا ندعوكم لارتداء الملابس الثقيلة وحماية أنفسكم من هذا البرد القارس، وبطبيعة الحال ندعوكم إلى عدم الخروج إلى الخارج امتثالا لأوامر الحكومة أو حتى بسبب هذه الأحوال الجوية قارسة البرودة. طبعا ندعو الله أن تمر هذه الأحوال الجوية بسلام، وأن يكون هذه أمطار خير علينا جميعا، كما ندعوكم أن عدم المجازفة بالخروج إلى الخارج بسبب هذه الأجواء الباردة، وربنا إن شاء الله يحمي جنودنا اللي في الشوارع وفي الطرقات من هذا البرد القارس المتوقع بمشيئة الله تعالى. هذا كان كل ما لدينا في هذه النشرة الجوية الخاصة، أتمنى لكم مساء سعيد أينما كنتم، إلى اللقاء.